لصالح كل الأطراف. أتمنى 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 إنه شركة روتانا الشركة المثمرة المنتجة العريقة، وصوت شيرين الرائع البديع، أتمنى يوصلوا لنقطة نقدر نستمتع بالأغاني دي ليجل بشكل قانوني شرعي. أتمنى ده. يا ريت. أنا نفسي الأغاني يعني هي نزلت خلاص واتحفظت وتعمل لها كفرات في العالم كله وكل حاجة، بس نفسي إنها تنزل تاني بطريقة رسمية خارج الشركة ويبقى فيه اتفاق. يا ريت. طبعًا. يا ريت. يا ريت. يا رب. أنت أول واحدة عملتها بقى اللي قابل حبيبي ولا أتمنى إيه؟ أنساك الأول واحدة نزلت. دي أول واحدة نزلت بتمنى أنساك. دي جبارة. وشيرين بالمناسبة كل اختياراتها كانت سريعة جدًا وصارمة وبدون تغيير وبدون تردد، رغم إنها برج الميزان زي حالتي يعني. تسمع دخول الأغنية تقول الأغنية دي بتاعتي. خلاص. قبل ما تكمل الأغنية يعني ما بستناش يعني الألبوم ده كله والاختيارات اختيارات في ثواني. تسمع الأغنية شغالها تقولي بس بتاعتي وبطلع الروح. طبعا برضو اختارتها بسرعة. ده ما فيش تفاهم. ده بتمنى انساك دي بالذات دي آخر أغنية خدتها على فكرة، يعني بتمنى انساك عسل حياتي أول واحدة. الباقي في الآخر بتمنى انساك آخر واحدة خالص، وخدتها بسرعة جدا 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 ومن غير تفكير.